إن المؤمن الذي يدعو ربه بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر، شديد الحرص على اغتنام فرصة العمر باستثمار الليالي والأيام في كل خير يرضي به ربه ويعلو به قدره وتطيب به حياته. ولذا فإنه يفرح بما من الله عليه من نعمة الإمهال حتى بلغه العام الجديد، ليستكثر فيه من أسباب الزلفى إلى ربه، وليستدرك ما فاته وما فرط منه بالتوبة والإنابة. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، أخرجه مسلم في صحيحه. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا الله الذي بلغكم ما لم يقدر لكثير من إخوانكم ممن طويت صحائفهم ووسدوا الثرى فلم يستكملوا عامهم بعد أن كانوا فيه ملء الأسماع والأبصار. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: رؤي بعض السلف في المنام فقال: ندمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. وقال بعض السلف: كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة. فاغتنموا يا عباد الله فرصة العام الجديد في الاستزادة من كل خير عاجل أو آجل، تكونوا من المفلحين الفائزين، وحذار من إضاعة أيامه ولياليه شأن الغافلين اللاهين.